وبشأن استمرار تداعيات تفجير مرفأ بيروت على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ينضم إلينا عبر سكايب من طرابلس الكاتب الصحفي اللبناني علي شندب. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني لا تزال تداعيات انفجار مرفأ بيروت تلقي بظلالها على الأوضاع في لبنان. على المستوى الاجتماعي، هناك طلبات للهجرة ورحلات سفر طويلة، مدارس مهدمة، طلاب أيضا لا يعرفون مصيرهم بعد الأضرار التي أصابت ما يقارب 160 مدرسة. لكن هنا ماذا أعد شركاء العملية السياسية لتضميد جراح هذا الشعب؟ تفضل أستاذ علي. مساء الخير لك ولفريق العمل ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك سيد الكريم. الحقيقة فرقاء العملية السياسية أو الطبقة السياسية أو القوى السياسية أو ميليشيا المال والسلطة والسلاح الحاكمة والمتحكمة في البلاد، وإذا شئت أو منظومة الأمونيوم، أصبحوا هم المشكلة الحقيقية بالنسبة للشعب اللبناني. هذه الطبقة الحاكمة في البلد المكونة من القوى السياسية المعروفة أصبحت بكلها وكلكلها وبدون استثناء أصبحت عبئاً أكبر على الشعب اللبناني. هي النير الذي يرزح تحته الشعب اللبناني، طبقة سياسية فاسدة عفنة مهترئة. لن يستقيم الوضع في لبنان وعلى أي مستوى من المستويات في ظل وجود هذه الطغمة السياسية الفاسدة. بدون شك حالة من اللا احترام لأبعد الحدود تعتري جموع الشعب اللبناني تجاه ممثليهم وقياداتهم ورموزهم السياسية التي كانت لزمن قريب ترتقي بنظرهم لمرتبة القداسة. رئيس الجمهورية سقط في أعين اللبنانيين وفي أرجلهم أيضا. حزب الله وزعيمه أيضا شنق في ساحة الشهداء منذ أيام، رفعت له مجسمات وشنق وأحرق هذا المجسم وأيضا نبيه بري. إذن لم يوجد شخصية أو قامة أو حزب أو فكر في لبنان له قيمة في نظر الشعب اللبناني. طيب أستاذ علي، لماذا؟ أستاذ علي، في هذا الإطار نبقى عن في الحديث عن شركاء العملية السياسية. مصادر دبلوماسية أكدت أن فرنسا تشعر بخيبة أمل من عدم تجاوب السياسيين لتجاوز الأزمة الحالية. لكن هنا ما هي المعوقات الأساسية والحقيقية التي تقف أمام تشكيل حكومة جديدة ترضي الشارع اللبناني الغاضب؟ المشكلة أن هذه الطبقة السياسية ما زالت تتصرف وتدير الأمور كما لو أنه لم تحصل ثورة منذ نحو عام، ثورة 17 تشرين. وأيضا لم يفجر مرفأ بيروت بمتفجرات الأمونيوم. نيترات الأمونيوم التي باتت الكثير من المؤشرات بل والمعطيات تشي وتقول بأن الطبقة السياسية على مستوى رئاسة الدولة والحكومة والوزراء المعنيين كانوا على علم بها، لكن بوجودها في فمهم ماء ويدهم مغلولة. لأن الحاكم الحقيقي لهذه الطبقة السياسية، ونعني به حزب الله، له ممراته وسيطراته ونفوذه وله مقدساته، بضاعته تدخل وتخرج كما لو أنها مقدس، لا أحد يعني حتى يجرؤ إلى النظر إليها. لكن اليوم المعطيات تتكشف، إنكار حسن نصر الله بأن ليس له شيء في المطار، لا بالأمس ولا أول أمس ولا اليوم. هذا الإنكار أظهره بمظهر الفاقد للمصداقية والكذاب في نظر الناس. هذه مسألة حقيقية طبعا. بدون شك يعني حزب الله مثل أي حزب، يعني كان له عمل مقاوم. كل عمله وتجارته وحركته نطاق سري، لكن أن تصل الأمور إلى درجة تهديد الشعب اللبناني من خلال العبث ومن خلال توزيع هذه المواد عبر العالم في أوروبا وفي البلاد العربية والإفريقية، فهذا أمر صراحة أمر خطير جدا. أستاذ علي، على ذكر حزب الله، يعني في تصريح للنائب نهاد المشنوق صرح بأن
على اللبنانيين المشاركة في تحرير بلدهم من الاحتلال الإيراني. هذا تصريح ربما يكون الجريء الذي يعني نسمعه منذ فاجعة مرفأ بيروت، لكن هنا هل الحل السياسي ما زال ممكنا في ظل سيطرة حزب الله والقوى الحليفة له على مفاصل الدولة اللبنانية؟ أنا أعتقد هناك استحالة لاستمرار البلاد في السير إلى الأمام في ظل أداء حزب الله المعروف. طيب. الحكومة الأخيرة هي حكومة حزب الله، والحكومات ما قبل الأخيرة هي حكومات حزب الله. بغض النظر من هو رئيسها، فهي تأتي وفقا لشروط حزب الله، وبالتالي هذه الآلية التي يدير فيها حزب الله الأمور، هذه آلية سقطت. الآن مثلا اليوم سعد الحريري أعلن سحب ترشحه وأنه غير مرشح لرئاسة الحكومة. طيب. بدون شك هذا أمر فيه إحراج كبير لحزب الله، حزب الله وخصوصا بعد المحكمة الدولية التي جرمت الحزب من خلال أحد عناصره باغتيال رفيق الحريري، يريد سعد الحريري كغطاء له في المرحلة المقبلة بما له من علاقات عربية وأوروبية ودولية. طيب. ولكن سعد الحريري اليوم انسحب، وحزب الله وميشيل عون رئيس الجمهورية أمام مأزق. من سيكلفون؟ هل سيستنسخون تجربة حسان دياب من جديد؟ نعم. هذا سؤال. أما كلام نهاد المشنوق، فنهاد المشنوق عندما كان وزيرا للداخلية كان يعقد اجتماعات مجلس الأمن المركزي بحضور إلى جانبه، على يمينه كان يجلس مسؤول الأمن في حزب الله وفيق صفا. وبالتالي هذه الاستفاقة المستجدة لدى نهاد المشنوق في الحقيقة تحتاج لأكثر من علامة، يعني تحتاج لسؤال. علينا أن نضع تحت خطين. نحن اليوم في العصر الإيراني. طيب. كنا فيما مضى في العصر السوري، قبله في العصر الإسرائيلي. اللبنانيون يعتقدون بأنهم تحرروا من العصر الإسرائيلي ومن العصر السوري، والآن ينبغي أن يتحرروا كما الشعب العراقي من العصر الإيراني، النفوذ الإيراني والهيمنة الإيرانية. عبر سكايب من طرابلس الكاتب الصحفي اللبناني الأستاذ علي شندب، شكرا جزيلا لكم.